معلومات عن هولندا. أصدقائي، يسعد لي أوقاتكم يا رب. وبهذا الفيديو رح نحكي عن معلومات هولندية. أول شيء، الكل بيعرف إنه هولندا دولة صغيرة بس غنية بقانونها، بنظام الحلو، بشعبها الإنساني الراقي المبتسم دايما، قليل جدا حتى نلاقي عنصرية. في، ما بنقول لا، بس قليل جدا حتى نلاقي عنصرية. معروفة هولندا بشعبها الراقي، و دولة صغيرة برجع بقول، بس غنية بكتير شغلات. بكفي انه اجراءاتها سريعة، لمشملة، اوراقها، اقامتها، الجنسية، بيساعدوا الواحد، انسانيين كثير، خاصة الشعب الهولندي كثير انساني. في عندهم بعض العادات حلوة وفي ما حلوة يعني، بس بشكل عام هولندا بلد كثير حلو وراقي ودولة سياحية. كثير دول، او عفوا كثير منهم بهولندا مثل امستردام، روتردام، وبعدين هدول المدن الكبيره كلها مدينه، يعني كلها مدن سياحيه. في عنا الخيثورن، هي مدينه القوارب بهولندا. بيقولوا عنا فينيسيا مثل ايطالي، مثل فينيسيا الايطاليه. بس هولندا فعلا كثير حلوه، صغيره هي كدوله بس مفعوله عن جد كبير. يعني انا شايف وعايش ولي فتره هون، وحبيت احكي بهذا الفيديو عن شويه معلومات عن هولندا. فهولندا كعائله ممتازه، يلي بده يجي ويعمل لم شمل، هولندا منيحه. يلي عنده اولاد، هولندا منيحه بشكل عام بكل شيء. بكفي سريعه، اسرع، بيقولوا اسرع دوله باوروبا هي هولندا. واكيد الكل بيعرف هالشيء، واذا سمع هالفيديو رح يعرف انه كل هولندا، عفوا، انه هولندا بشكل عام سريعه كثير. طبعا هولندا بكفي انه كمان طقسها فصول اربعه، يعني طقسهم حلو، مناخهم حلو، طبيعه، خضار. يعني في، هي هولندا كلها تقريبا نفس الشيء، نفس النظام، الشوارع، البيوت، كل شيء. بس ممكن تختلف انه هاي المدينة اكبر من هاي، هاي المدينة بيجي سواح اكثر من هاي المدينة، هاي المدينة اصغر من هاي. بس بشكل عام هولندا، كل هولندا حلوة، مناظرها، طبيعتها، شجر، القنوات المائية. يعني هولندا فعلا كتير حلوة، وحبيت احكي عن معلومات عن هولندا، مع انه هي صغيرة. برجع بقول الملك تبعها كل الناس بتحبه، وطبعا اكيد كتر خيرهم. وانا بنصح اي شخص حابب يجي على هولندا يجي على هولندا، لا يتردد، هولندا منيحة. وبتمنى يكون عجبكم الفيديو. يسعد لي اوقاتكم اصدقائي، وباي باي.